حزب الله الآن في عندنا قرار صادر من مجلس الجامعة يتضمن تسمية حزب الله الإرهابي. هاي الفقرات الفقرتين الآن اللي قالتهم لك يتضمن وفي إجماع على هذا القرار مع تحفظ للبنان والعراق والجزائر من الجزائر والجزائر على بعض الأشياء. ملاحظة من الجزائر. فلذلك الآن صدر من وزارة الداخلية والآن صدر من وزراء الخارجية.